طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. صحيفة الأيام تتحدث عن سواحل في لحج تحولت إلى مركز لتهريب الأفارقة في اليمن. وأخبار اليوم تقول 35 مستشارا للرئيس الوزراء لا يقومون بأي مهام. ومن الصحافة الفرنسية لوموند، في هذه المرحلة يجب أن يكون السلام في اليمن هو الهدف الرئيسي. أهلا بكم. تعتقد مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية أن هناك إمكانية لتحقيق انفراج في حرب اليمن حاليا في العام الرابع، وقد تكون تلك الإمكانية في متناول اليد. في الأسبوع الماضي قدم مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الجديد لليمن اقتراحا من شأنه أن يجنب الحديدة حربا جديدة، وهي المدينة التي يصل عدد سكانها إلى 600 ألف شخص، ويعتبر ميناؤها شريان الحياة الاقتصادي لملايين اليمنيين. وتقول المجلة في تحليل نقله للعربية يمن مونيتور، الآن الأمر متروك لجماعة الحوثي التي تحتل الحديدة جانبا أو جنبا إلى جنب مع حكومة عبد الرب منصور هادي المعترف بها دوليا، والتحالف الذي تقوده السعودية الذي يدعمه لتقديم ردودهم على مبادرة جريفيث. إذا رفض أي من هذه الأطراف خطة جريفيث، أو إذا أخفقت القوى الغربية في ممارسة الضغط الكافي على حلفائها في الخليج لقبولها، فإنها سوف تكون متواطئة في المأساة التي ستتبع ذلك، وإدامة الحرب التي تسببت في أزمة إنسانية باهظة هي الأكثر سوءا في العالم. ولفتت المجلة إلى أنه ومع وجود القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة على مشارف الحديدة والحوثيين الذين يقومون بالتحضير لمعركة طويلة، فإن هذه الإجابات لا يمكن أن تأتي بسرعة كافية، في حين أن خطة جريفيث لم يتم نشرها بعد، فقد تم تسريب جزء كبير منها وتشمل التفاصيل انسحاب الحوثي على مراحل من ميناء ومدينة الحديدة إلى جانب مينائين آخرين قريبين، وستساعد الأمم المتحدة الموظفين اليمنيين على إدارة مرفق الميناء، كما ستساعد الحكومة المحلية والشرطة في إدارة المدينة. وتقول المجلة إن المسؤولية عن التوصل إلى نهاية تفاوضية للحرب تقع بشكل رئيسي على عاتق الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، كلهم لديهم نفوذ ملموس على التحالف العربي الذي يأتي من مبيعاتهم للأسلحة للسعودية والإمارات. في كل دعوات السلام هناك أساسان لابد من مراعاتهما لكي تشكل الجهود المخلصة قوة ضغط لتحقيق ذلك، وهما الالتزام بمسار الأمم المتحدة، وأن يقال لمثل هذه العصبة لقد أخطأتم وخير الخطائين التوابون. هذا مقتطف من مقال كتبه السفير اليمني لدى لندن ياسين سعيد نعمان، مضيفا في فقرات المقال. عملت الدبلوماسية اليمنية منذ البداية على وقف الحرب وتحقيق التسوية السياسية وصولا إلى سلام شامل ودائم في المسار الذي رسمته الأمم المتحدة، والذي قام على أساس إدانة الانقلاب الدموي الذي صادر الدولة اليمنية وملشنها، وحدد أسسا ثلاثة للتفاوض والحل كمرجعيات، وهي للتذكير المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية، خاصة القرار 2216. كل الاجتهادات التي حاولت أن تبحث عن حل خارج هذا المسار عقدت الحل وشجعت الانقلابيين على المناورة ورفض فرص السلام واستمرار الحرب. لا يشجع الانقلابيين على الاستمرار في غيهم ورفضهم للسلام شيء أهم من البحث عن حل خارج مسارات الأمم المتحدة وتعميم المسؤولية ووضع المجرم والضحية في خانة واحدة. قد يقول البعض إن الأمم المتحدة حبالها طويلة، لكن لا أحد لديه الحبال القصيرة للحل. بالعكس، إذا لم ينتظم الجميع في إطار المسار الأممي فسيصبح لدينا مقترحات للحل بعدد أمم العالم وربما بعدد سكان اليمن. الحوثيون كانوا عصابة في تحالف عسكري انقلب على التوافق السياسي وشرعية الدولة بالسلاح وبالدم، وتسبب في تدمير اليمن ورفض كل فرص السلام. ولأن هذه العصابة لديها مشروعها الطائفي، فقد عطلت كل المفاوضات السابقة التي اشتركت فيها مع حليفها كطرف واحد. أعلن مصدر مسؤول في جمعية التكافل الإنساني في محافظة شبوة أن قارباً قادماً من ميناء باصاصو بالصومال يحمل
160 مهاجرا منهم 100 صومالي و40 ذكور و60 إناث و60 أثيوبيا، بينهم ذكور وإناث تعرض للانقلاب قبل أيام في منطقة الشجيرات بساحل محافظة شبوة. وقال المصدر الموقع أنه أثناء محاولة نزول المهاجرين على الشاطئ قاموا بالقفز من على القارب والأمواج مرتفعة من شدة الرياح ما أدى إلى انقلاب القارب. ويقول الموقع أن هناك تضاربا في إفادة المهاجرين حول عدد ضحايا القارب المنكوب، فمنهم من يقول أن عددهم 5 غرقى، فيما يقول آخرون أنه لا يوجد سوى غريق واحد تم العثور على جثته. ويتابع الموقع أن جمعية التكافل الإنساني قامت وعبر موظفيها المتواجدين على سواحل البحر العربي بإنقاذ 50 مهاجرا إثيوبيا وانتشال 46 جثة من ضحايا قارب تعرض للانقلاب في سواحل محافظة حضرموت في يونيو الماضي. وصفت صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن، وصفت سواحل لاحج بأنها مركز لتهريب الأفارقة إلى الداخل. وقالت الصحيفة أن عملية التهريب للأفارقة من السواحل الغربية لمحافظة لحج أصبحت تشكل واحدة من أبرز المشكلات التي تعاني منها المحافظة بشكل خاص والبلاد بشكل عام. وابتكر المهربون مؤخرا العديد من الطرق والأساليب لتهريب الأفارقة القادمين من القرن الأفريقي عبر سواحل مديرية رأس العارة إلى مناطق أخرى بهدف الحصول على مقابل مادي أو مبالغ مالية تؤخذ عن كل واحد منهم تقدر بمئات الدولارات، مستغلين في ذلك الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها البلاد. وتقول الصحيفة أن الأجهزة الأمنية في مديرية توبن بالمحافظة قد ضبطت منذ أيام شاحنة محملة بالبصل من الأعلى وبداخلها أكثر من 60 رجلا وامرأة، معظمهم من الشباب والفتيات قادمين من القرن الأفريقي عبر السواحل. وعن تكاليف عملية التهريب يقول أحد المهاجرين المقبوض عليهم: دفعت 1000 ريال سعودي للمهربين بهدف إدخالي إلى المملكة العربية السعودية بحثا عن لقمة العيش، إلا أنه تم القبض علي ضمن مجموعة كاملة. هل للجهل ثمن؟ يتساءل أستاذ علوم الاجتماع أو علم الاجتماع بجامعة الكويت محمد الرميحي في مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا: أراقب ما يحدث في جنوب العراق من انتفاضة واسعة، ويتداعى إلى ذهني أن معظم ما نعاني منه في منطقتنا العربية وما ندفعه من أثمان باهظة من الفرص الضائعة للتنمية والتطور والاستقرار وما نلاقيه من العناء السياسي، سببه الرئيسي هو الجهل. الجهل له ثمن، وهو ثمن أكبر بكثير من مردود العالم. لقد قام صدام حسين بإدارة العراق بطريقة جاهلة، فاختصر العراق في زعامته وشخصه، وفشل فشلا ذريعا في إنشاء مشروع نهضوي للعراق، ونعرف النتيجة التي وصل إليها هو ونظامه. جاء من بعده نظام يعتاش على أفكار للدولة دعوية وضبابية وشعارات باهتة الألوان، لكنها لم تطعم العراقيين لا راحة ولا خدمات ولا حتى أمن. فجاءت انتفاضة الجنوب التي راقبناها الأسبوع الماضي، وهي سلسلة سوف تتفاقم في المستقبل وإن هدأت لفترة، وتأخذ أشكالا قد لا نتوقعها، لأن هناك في الحكم العراقي الحالي من ليس لديه مشروع للدولة الحديثة. الجهل في حكم الشعوب والذي يجعل من العراق اليوم يخرج عن صمته بسبب أنه ضاق ذرعا بكل تلك الشعارات التي تجعل الشعب السوري يقدم كل تلك التضحيات للتخلص من حكم الجهل. وكذلك في اليمن التي تتصف قواها التي تحتل الدولة بأنها غائبة عن العقل وضاربة في الجهل، لأنها تبغي أن تقدم لشعب اليمن الكثير من التجهيل. فالجهل في نهاية الأمر له ثمن باهظ تدفعه الشعوب والأفراد على حد سواء. آخر الكلام، أصبحت إدارة المجتمعات علما له قواعد صارمة وكونية، أما تلك التي تدار من خلال الجهل فتدفع ثمنا باهظا يسمى التخلف والوقوف آخر الصف. العلم هو السلاح الأكثر مضاء في عالمنا اليوم. صحيفة أخبار اليوم التي عاودت الصدور من مأرب بعد إحراق مطابعها في عدن أوردت العديد من العناوين في صفحتها الأولى، أهمها: الرئيس هادي يشهد توقيع اتفاقية محطات كهربائية جديدة في عدن وحضرموت. وعنوان أيضا يتحدث عن 35 مستشارا لرئيس الوزراء، 90% منهم لا يمارسون أي مهام. مرتبات المسؤولين تكشف فساد حكومة بندغر والموظفون جوع. وأيضا عنوان
سياسي اليماني، الحل في اليمن لا يتجزأ وتنفيذ الشق الأمني قبل السياسي. وأيضا من مأرب، نائب الرئيس يتقدم مشيعي العميد الأحمر في مأرب، ودبلوماسي يمني يقول الحوثيون يستغلون جولات الحوار للاستعداد لحرب جديدة. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. مستمرون معكم في كشك الصحافة، ونذهب لمطالعة أبرز ما قالته الصحف العربية والفرنسية وما تناولته في الشأن اليمني. ونبدأ من الصحف الصادرة صباح اليوم التي علقت حول الأحداث في اليمن، ونبدأ من صحيفة لوموند عرب الفرنسية والتي عنونت: الحديدة في هذه المرحلة يجب أن يكون السلام في اليمن هو الهدف الرئيسي. وتقول الصحيفة الفرنسية في تقرير ترجمته قناة بلقيس: بدأ الهجوم على ميناء الحديدة اليمني منذ أكثر من شهر، الظروف المعيشية للسكان في المدينة كارثية، ولا يزال التهديد بالنزاع المسلح الأكبر يلوح في الأفق. في الواقع على الرغم من إعلان هدنة مؤقتة قبل بضعة أيام، إلا أن الاشتباكات العنيفة المستمرة في مديريات التحيتة وزبيد. وفي الحديدة يعيش الناس في خوف، إنهم يتخلون عن منازلهم في محاولة للعثور على مكان آمن لهم ولأسرهم. وقالت بشرى الدخينة رئيسة مكتب منظمة كير في حجة: أعمل في حجة حيث يأتي المزيد والمزيد من الناس، نعمل نهارا وليلا لمساعدتهم والوضع مقلق للغاية. وتتابع رئيسة مكتب كير فير: أكثر من 200 ألف شخص من الحديدة، أي ثلث سكان المدينة، عدة مئات منهم جاءوا للبحث عن ملجأ في محافظة حجة، ولسوء الحظ هناك عجز كبير في السكن، وهناك نسبة كبيرة من المشردين في المدارس. وترى الصحيفة الفرنسية أنه في هذه المرحلة يجب أن يكون السلام في اليمن هو الهدف الرئيسي، هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ البلاد من أسوأ كارثة إنسانية في كل العصور. يجب على المجتمع الدولي أن يوفر بشكل عاجل أموالا إضافية لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يفرون من الحديدة. ننتقل إلى صحيفة لاكراوا الفرنسية، وفيها تتناول الصحيفة الفرنسية ماريان مونييه أو الصحفية الفرنسية ماريان مونييه السياسة اليمنية، وتعنون تقريرها: في اليمن الدبلوماسية تواجه انسدادا. ويقول التقرير: لا يظهر زعيم المتمردين في اليمن إلا لإلقاء خطاب، وقد كان ظهوره في المقابلة التي أجرتها معه لفوغارو الأربعاء الماضي تطورا ملحوظا، والأكثر من ذلك هو اقتراحه الانسحاب من ميناء الحديدة، وهو هدف معركة عسكرية قد تكون حاسمة في الحرب في اليمن. كيف ستتمكن الإمارات من الرد، تتساءل الصحفية مضيفة: لطالما دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الانسحاب الكامل للحوثيين من ميناء الحديدة وكذلك من المدينة، هل يمكن أن نشجعهم هذا الحوار على تخفيف موقفهم؟ يقول جوست هيلترمان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية: هناك مشكلتان، من جهة بالنسبة للإمارات العربية المتحدة هذا الاقتراح الحوثي لا يكفي، بل يريدون أيضا انسحابا من المدينة. من جهة أخرى فإنهم لا يثقون في أن يقوم الحوثيون بتطبيق أي اتفاق. مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، وهو الذي لا يدخر جهدا لإيصال الطرفين إلى حل وسط، يجد نفسه في طريق مسدود. ويرى مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية أنه من المحتمل أنهم ينوون هزيمة الحوثي بشكل كامل. ومن هذا المنظور فإن الحديدة تعتبر خطوة لتحقيق ذلك، لكن هذا السيناريو في نظر الباحث غير واقعي. بالتأكيد لدى الجيش الإماراتي قوة جوية، لكن على الأرض فإن التحالف اليمني الذي يعتمدون عليه يمثل كارثة. ذلك العقد الفريد، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله في الخليج مضيفا: سيظل العقد السادس من القرن العشرين استثنائيا بعدة مقاييس، فقد شهد ثورات وانفجارات ومغامرات عقبت حربين عالميتين، وبلغ فيه الحلم مدى أدى إلى انقطاعه عن الواقع. وفي عالمنا العربي كان ذلك العقد الفريد مجالا بالغ الحيوية لحركات وطنية، شهد انقلابات وثورات كان للنكبة في فلسطين دور البطولة فيها، بحيث لم يخلو بيان عسكري من هذا الشجن،
واستخدمت فلسطين في بعض الحالات مطية أو ذريعة، ما دفع أحد المثقفين العرب إلى القول: كم من الجرائم ارتكبت باسم فلسطين؟ تماما كما قيل من قبل: كم من الجرائم ارتكبت باسم الثورة الفرنسية التي أكلت بعض أبنائها؟ وحين نعود إلى ذلك العقد نجد أن ما زخر به من وعود يفوق قدرات البشر، والتيارات الراديكالية التي ظهرت في ذلك العقد أو مهدت له انتهت إلى التأقلم مع الأمر الواقع، بدءا من جيل الغضب البريطاني الذي قاده كولين ويلسون وجون أوسبورن، حتى ليبيز الأمريكي الذي تزعمه جيري روبن صاحب أطرف عنوان لكتاب وهو اسرق هذا الكتاب. وكانت ثورة مايو عام 1968 التي تمددت من فرنسا إلى العالم كله نقطة انعطاف، ليس فقط بالنسبة للشباب والعمال بل بالنسبة للمرأة التي أعلنت العصيان على بيت الدمية أو القفص الذي تصوره هنريك أبسن في إحدى مسرحياته. وكان إحراق نساء المتظاهرات في فرنسا للملابس النسائية التقليدية تعبيراً رمزياً عن التمرد ووضع حد للسيطرة الذكورية التي استمرت آلاف الأعوام. ورغم أن ما حدث في هذا القرن منذ عامه الأول كان شديد العنف وبلغ فيه التطرف حد التوحش، إلا أنه لم يفرز بعد ما يليق به من ثقافة تشهد عليه وتحلل ظواهره وتكشف عن أسبابه. في أخبارنا المنوعة تعنون صحيفة القدس العربي: ناسا تستعد لإطلاق مسبار في الغلاف الجوي الحارق للشمس. وتقول الصحيفة أن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا تستعد لإرسال مسبار إلى مسافة قريبة من الشمس أكثر مما حققته أي مركبة فضائية أخرى، بحيث يمر عبر الهالة الشمسية متحملا الحرارة اللافحة في الوقت الذي يدرس فيها الجزء الخارجي من الغلاف الجوي للشمس والذي يتسبب في حدوث الرياح الشمسية. ومن المتوقع إطلاق باركر سولار بروب، وهي سفينة أو سفينة فضاء آلية بحجم سيارة صغيرة من قاعدة بولاية فلوريدا في 6 أغسطس لتلك المهمة التي من المقرر أن تستمر 7 سنوات. ومن المقرر أن تدخل المركبة الهالة الشمسية لتصبح على بعد 6.1 كيلومتر من سطح الشمس، وهي مسافة أقرب 7 مرات مما وصلت إليه أي مركبة فضاء أخرى. وقالت نيكولا فوكس وهي من علماء المشروع: إرسال مسبار إلى مكان لم تصل إليه من قبل عمل طموح، وإرساله إلى مثل هذه الأوضاع الصعبة أو في مثل هذه الأوضاع الصعبة أمر طموح للغاية. من بين الأخبار الرياضية نطالع في شبكة البي بي سي: محمد صلاح أرسل إلى إلسون بيكر رسالة تستعجل انتقاله إلى ليفربول. وقالت البي بي سي: عندما كان ناديا ليفربول وروما يضعان اللمسات النهائية لصفقة انتقال حارس المرمى إلسون بيكر من الفريق الإيطالي إلى الفريق الإنجليزي، تلقى بيكر رسالة نصية ولم يكن مرسلها سوى محمد صلاح نجم ليفربول ولاعب المنتخب المصري. وبعد أن أكمل الفريقان الصفقة انتقل بيكر الخميس إلى أنفيلد ليزامل صلاح للمرة الثانية في اللعب ضمن فريق واحد، فقد لعب اللاعبان معا في موسم 2016 و2017 ضمن فريق نادي روما قبل أن ينضم اللاعب المصري إلى فريق ريدز ليفربول. وبعد عام من انتقال صلاح ها هو بيكر يتبعه في المسار ذاته. وفي أول مقابلة معه بوصفه لاعب في ليفربول قال بيكر إنه يتلهف للعودة إلى اللعب مع محمد صلاح ضمن فريق واحد، وكشف أنه كان على اتصال معه قبيل وقت قصير من زيارته إلى مولود موقع ساحة تدريب ليفربول للمرة الأولى. وأضاف: أرسل لي رسالة نصية تقول مرحبا ماذا تنتظر، بينما كانت مفاوضات الانتقال في مرحلتها المتقدمة، فرددت عليه مباشرة: اطمئن أنا في طريقي. عدد من الحوادث التي وثقها مصورو صحيفة الغارديان البريطانية نستعرضها في جولتنا المصورة لهذا اليوم.
تتابع أبرز ما عبر عنه فنانو الكاريكاتير وقد تم نشرها في عدد من الصحف. وبهذه الصور الكاريكاتورية وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نترككم في أمان الله.